السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونهم شباب؟ وياكم علي العراقي، واليوم أخبار جديدة عن لعبة أبيك ليجند. اللعبة مشهورة باتل رويال، الجرافيك مالها رهيب، زائدا هي عبارة عن سكواد، يعني ثلاثة لاعبين، واحتمال يمكن ضافوا بها طور واحد معروف، يعني لاعب واحد. الجرافيك مالها رهيب، الأداء طبعا هاي نسخة البي سي أو الكونسول. اليوم عندنا عرض جديد للعبة، يقال إنه للموبايل، إذن خلينا نشوف. هذا هو العرض الرسمي اللي نزل باللغة الصينية أو الترجمة الصينية. طبعا بالبداية الجيم بلاي كان مال النسخة الأصلية مال البي سي، والموسيقى راح متوية، هي الموسيقى نفسها مال اللعبة بس راح متوية اللقطات. المهم هذا هو العرض الرسمي اللي نزل، قالوا هذا مال موبايل، يعني النسخة مال موبايل. تشوفون ان جرافيكها جميل جدا، طبعا كلش حلو، زائدا يعني شويه كرتونيه مو نفس اللي مال البي سي، بس قريبه من اجهزه الكونسول. اتمنى تطلع قويه مثل الكونسول الباتل رويال. الوان اللعبه حلوه هنا بالعرض، حتى لو تشبه فورتنايت هم مقبوله، اللعبه راح تكون حلوه. وهي باتل رويال هاي طبعا البنيه قويه اللي تفتح يعني فجوات زمنيه حلوة، رهيبة. أنا مجربه ونزلت عليه يمكن فيديو سابقا، صعبة بالكونسول بالبلاي 4 صعبة. هنا جت البنية راح تجيها، هذا اللي يستنسخ نفسه يختفى بعد اجى قتله. فاللعبة رهيبة، رابط اللعبة راح تلقوه بالوصف من ماركت اي بي كي بيور زائدا تاب. ايش تتوقعون هاي اللعبة راح تكون طاقة رهيبة، راح تنسيكم غير العاب باتل رويال. فالعرض الرسمي مال اللعبة هذا هو شباب، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسونا بلايك واشتراك للمزيد، ومن شاف منشوري الاخير في المنتدى تهجمت على جماعة جي تي اي في على الموبايل، يا اخي هواي كذبوا يبالغون والناس يشجعون. عافية، احسنت اسطورة. جو اند توت يور سيلف. اذا هاي لعبة ابيك ليجند، الفيديو الرسمي اللي نزل يقولون نسخة الموبايل. هذا بالنسر او الاغراب. فشنو رايكم باللعبه شباب؟ لا تنسونا باللايك مره ثانيه. كان معكم علي العراقي، وتقبلوا تحياتي.